في تجارب بدأت الصناعة بعدية، يعني كوريا الجنوبية بدأت تجربتها الصناعية بعدية بكتير، يعني من بعد الحرب الكورية، وبعد كده يحاولوا يعملوا إعادة هيكلة للاقتصاد، ثم بعد كده يبدأوا يمشوا في مسارات اقتصادية. نفس القصة سنغافورة إلى آخره. عشان كده احنا خدنا تجارب الدول وخدنا مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول، وبعدين نبتدي نسقط على الدول اللي ممكن تكون ظروفها قريبة مننا. حلو. عدد السكان، المساحة الجغرافية، الموارد المتاحة. بالعكس احنا عندنا موارد طبيعية أكبر من دول كتير حوالينا في المنطقة، ومع ذلك مساهمة الصناعة عندهم زي ما أنا مثلا في الكتاب في 2020 لو خدنا دولة زي تركيا 220 مليار دولار، لو خدنا مثلا دولة يعني احنا بناخد اللي زينا والكبير. مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني كام؟ 5500 مليار. أمريكا 3500 مليار. طب البرازيل كام؟ 230 مليار. طب نيجي للدول العربية، إحنا في أفريقيا، أفريقيا مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم للأسف متدني جدا، لأن إحنا نيجي ناخد مثلا جنوب أفريقيا أعلى دولة في قارة أفريقيا كانت في 2020 99 مليار، وبعدين الجزائر بعدها 82 أو 92، وبعدين مصر 88. فاحنا لازم دايما ندرس وناخد التجارب وناخد مساهمة الصناعة في الدول الناجحة، ونبقى عارفين ان مساهمة الصناعة هي اللي بتعمل القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة السياسية، بتعمل لك تواجد وتوازن موجود. ففي مجموعة السبعة ومجموعة العشرين دي كلها لما تيجي تراجع المساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي هتلاقي كبير قوي. ومن هنا احنا بنقول لمصر الحقيقة مصر 145 مليار، انا من وجهة نظري المفروض نوصل لهم سنتين ثلاثة مش في 2030. انا من وجهة نظري ليه؟ لان الجاب مش كبير، لكن احنا لو قدرنا نعمل عدد كبير من المصانع، نجذب استثمارات محلية استثمارات أجنبية، نهيئ المناخ الاستثماري، يبقى يعني حافظ على هامش الأفضليات اللي موجود بيننا وبين الدول اللي احنا عندنا معاها اتفاقيات اقتصادية، نزود عدد المكن، التوسع الأفقي في المصانع بالنسبة اللي موجود والرأسي، وبعدين جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية. هنبتدي نشوف زي ما شفنا مثلا النهاردة مثال دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصناعة راحوا تابعوا المصنع بتاع الكاوتش النهاردة. هذا المصنع يعني في خلال شهرين ثلاثة هيغطي 25% من احتياجات مصر من الكاوتش الصغير. في خلال سنة أو اتنين يقدر يغطي احتياجات مصر من 75%، ودي أرقام كبيرة. الأرقام دي كنا بنستوردها. الفجوة اللي كانت جاية والمشكلة اللي حصلت لنا من أول كورونا، الحرب أوكرانيا، الحرب غزة، التجارب بتؤكد إن احنا لازم نرجع نفكر تاني ونزيد حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، نزود القيمة المضافة على المنتجات. الصناعات تبقى صناعات تحويلية حقيقية، إن أنا أحول المادة الخام أو شبه الخام لمنتج نهائي له قيمة وفاليو، وأقدر أصدر جزء كبير جدا منه، وأقدر أغطي احتياجات السوق المحلي، بس طبقا للمعايير والستاندرد الدولي.